السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الجوله في واحد المحل اولا واحد البوتيك زوين اللي تبيع اي حاجه اللي عندها علاقه بالعيالات والبنات. بالنسبه لهاد البوتيك غادي يعجبكم بزاف. هاد البوتيك هذا اللي كاين في حي الدخله، راه صورت لكم الطريق من هنايا كتشوفوا. كاين كارفور اللي كاين ديال حي الدخله اللي قدامه، كان بيوغناش انتما كتشوفوا، راه كنعطيكم. كنتمنى يكون الفيديو واضح. كتمشيو نيشان مع هذا الطريق هذه اللي غادي تلقاو على اليمين ديالكم واحد الفارماسيان اللي سميتو صيدليه يسرى. هانتوما كتشوفوا راه واضح لكم في الفيديو. ومن بعد كنمشيو نيشان على اليد اليسر ديالنا، كاينه واحد الزنيقه ولا واحد الدريبه هكا انتما كتشوفوا اللي هنايا. غادي يبان لكم المحل ديال السوشي كهو هنا فين كاين. هنا قربت لكم باش تشوفوا. المهم كنتمنى يكون تكون الطريق واضحه لكم. هو هذا صراحه البوتيك زوين، غير هو صغير ولكن فيه اي حاجه غتبغيوها، يعني اي حاجه كيحتاجوها العيالات هكا والبنات راه كاين عنده. من لي زاكسيسوار ديال بلاكيور، عنده السكان، عنده الصندالات، عنده شي شويه ديال الحوايج بحال هكا القويمجات والشيلان، عنده السكان كاينين الكبار كاينين الصغار، عنده النضيدرات، عنده شويه هكا الروايح. بالنسبه للسلعه ديالو راه فيها الدوريجين، فيها لوريجينال وكاينه العاديه. انتما بالنسبه لاختاريتو شي حاجه بغيتو تعرفوا الدوريجين والعاديه تسولوه راه غادي يقول لكم. بالنسبه لي زاكسيسوار كي كتشوفوا عنده لي زاكسيسوار صراحه زوينين، يعني الموديلات عنده واعرين. بالنسبه لي زاكسيسوار هكا كاينين اللي هما زوينين، يعني ما كيتقشروش ما كيخسروش مع المده، وعندو العاديين. نتوما ديك الساعات غادي تسولو. وبالنسبه للثمن راه على حسب الكاليتي ديال الحاجه، راه كتكون الثمن ديالها يا كيكون ناقص اولا كيكون زايد شويه. هانتوما كتشوفوا كاينين الكورميطات، عنده الخواتم، عنده المواقن، عنده اي حاجه في لي زاكسيسوار يعني غادي تبغيوها. وعنده ديكورات زوينين في الدبالج والخواتم، يعني على حسب بحال الشكل ديال الذهب عنده، يعني الحويجات اللي كاينين في الذهب كتلقاوهم عنده في هكا في البلاكيور. وبالنسبه للسلعه راه ديما كيجيب الجديد، وتبارك الله المحل عنده راه ديما عامر وديما السلعه كتخرج عنده. وبالنسبه للسيد اللي كان في المحل صراحه سيد الله يعمرها دار، التعامل ديالو زوين. واللي بغات ديما تشوف الجديد اللي كيحط راه عنده باج انستغرام، راه غادي نحطها لكم في صندوق الوصف اولا في اول تعليق في لي كومونتير، باش الا بغيتو تشوفوا ديما الجديد اللي عنده. انتما كتشوفوا لي زاكسيسوار اللي عنده صراحه عنده شكيلات واعرين، انا حمقوني صراحه لي زاكسيسوار اللي عنده. انتما كتشوفوا عنده شكيلات اللي كيكونوا في الذهب، انتما كتشوفوا هادشي عنده كيحمق صراحه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتكونوا عرفتوا فين كاين المحل. ولا عجبتكم شي حاجه تقدروا تدخلوا عنده الانستغرام وتصوروها وتقولوا ليه، تسولوا على الثمن ديالو ولا تقولوا ليه خليها لكم ولا شي حاجه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ونخليكم تكملوه. وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.